الله عليك. Thank you مروة حبيبتي. Thank you. اسمحي لنا بس يا دكتورة منى إن أنا I introduce this session please. Yes please. Yes. طيب. تحبي إنه نبتدي التسجيل الأول؟ أوكي. أبدأ أنا ولا أنت؟ You can manage also. أنا I can manage also. فأنا I started recording. يا دكتور احنا برضه في باك اب، احنا كذا حد هنا في الميتنج من الطلبه بيريكورد يعني. بجد؟ لا خلونا بقى خلاص احنا وي ستارتد اهو. تمام، وي ستارتد ذا ريكوردنج. فيرست اوف اول اي وود لايك تو ويلكم اول اوف يو تو ذيس سيشن. برحب بالاستاذه الدكتوره منى الفنجري رئيس قسم الامراض الجلديه بالكليه، وبرحب بالدكتوره مروه عصمت منسق أنشطة الطلبة في مركز تطوير التعليم. برحب بيكم كلكم الطلبة والطالبات، وبشكركم على حضوركم لأنه هذه السيشن it's exceptional. أنتوا يعني من بداية الموديول بتدرسوا البيزك ميديكال ساينسز، وعندكم الكيس محطوطة على السمارت ليرنينج، ويجي النهاردة تتويج تدريس هذه الكيس from the clinical point of view. ودعينا ليها، وهي طبعا ما تأخرتش خالص، وبنشكرها الأستاذة الدكتورة منى الفنجري. فيعني احنا أخذنا وقت طويل طبعا في التظبيط، ميرسي على صبر حضرتك يا دكتورة منى، وتفضلي يعني. Thank you Dr. Ines for your introduction ومساء الخير عليكم كلكم. أنا جاية عشان to develop that you can develop a clinical approach to the evaluation and initial management of patients presenting with folliculitis. فأنا قبل ما أتكلم على الفوليكيوليتس، لا أقصد قبل ما أسألكم عن الحالة بتاعت الفوليكيوليتس اللي أنتوا درستوها، هقول few slides وبعد كده أسألكم. فمبدئياً أنا جاية for the clinical approach to the evaluation and initial management of patients presenting with folliculitis. And to achieve this goal, you'll be able to outline the causes of different forms of folliculitis, review common history and physical exam findings in patients with folliculitis, and summarize the different treatment options for each listed type of folliculitis. وطبعاً you'll know the importance of collaboration and communication among different professional teams. لأن folliculitis is very common and easy to diagnose by all members of the healthcare team. And this is important to play a role in the diagnosis and patient education of this condition. فالفيو سلايدز الأول نعرف الـ definition of folliculitis. It's a common skin condition in which hair follicles becomes infected or inflamed and forms a pustule. وفي two main types. احنا شايفين الـ hair follicle اللي فوق هنا اللي في الأول دي normal hair follicle. لو superficial folliculitis, this will affect the superficial part of the hair follicle زي ما احنا شايفين في الصورة اللي تحت، واخده جزء من الـ skin that is directly next to the hair follicle. دكتور السلايدز ما بتتحركش والسلايدز قفلت. ده دلوقتي قفلت. بس هي كمان قبل كده السلايدز ما كانتش بتتحرك. مع ان انا حركتها. طب دكتور حضرتك اعمليها انت شير بقى دلوقتي. حاضر حاضر. هو يا دكتور السلايدز موجوده. موجودة سيلف كنترول اصلا انا اللي بغير. موجودة وحاليا الاستاذ اتحركت ولا الاستاذ اتحركت حاليا؟ انا مش لاقيها اصلا. دلوقتي مش موجودة. يمكن مش موجودة. شال اي داونلود ات اجين؟ يس بليز. شير ات اجين. حاضر. ممكن يبقى في لاج في الوقت والنت نفسه، معلش. ايه
بيقول لك replace. Yes. Or replace. Replace. Yes. Okay. فإحنا كنا بنقول يعني إن ال folliculitis is either superficial or deep. الديب طبعا بتاخد كل الهير فوليكل، السوبرفيشل بتاخد السوبرفيشل بارت اوف ذا هير فوليكل، والفوليكيلايتس دي ممكن تبقى انفكشس او نون انفكشس، ممكن تبقى اكيوت وكرونيك. فهنا بقى هسالكم الحاله بتاعت الكيس بتاعتكم كانت وات كايند اوف فوليكيلايتس، كان نوعها ايه وايه الكوز بتاعها، لو حد ممكن يقول لي. متهيألي هتنقل لو حضرتك نقلتي بقى ال دسمس. احنا هنبتدي من الاول خالص اهو. اوكي الكل شايف ال ياس كده نقلت يا دكتور وباينه شغاله. دلوقتي السلايد اوكي. زي ما قلنا احنا we need to develop a clinical approach to the evaluation وinitial management of patients presenting with folliculitis. وعشان أقدر أعمل أوصل للجول بتاعي I have to know the causes of different forms of folliculitis, review the common history and physical exam findings in patients with folliculitis, summarize the different treatment options for each type of folliculitis. الديفينيشن وقلنا الديفينيشن بتاعت folliculitis is a skin condition in which hair follicles becomes infected or inflamed and forms a pustule. Well, there are two main types of folliculitis, on the superficial and deep. The superficial will affect the superficial part of the hair follicle. The deep will take the entire hair follicle. وطبعا it is more severe. Superficial or deep folliculitis may be infectious or non-infectious and may be acute or chronic. Acute or chronic D, I'll be telling you through the قبل ما أكمل بقى أنا كنت بسأل كنت عايزة أعرف التايب of folliculitis اللي كانت عندكم في الكيس بتاعتكم والكوز بتاعها. فلو حد يقول أو يرفع صباعه بس يا دكتور. اتفضل. اوكي انا فاكر الكوز كانت ديمودكس. اوكي وكانت سوبرفيشل ولا ديب؟ ها كانت سوبرفيشل. اوكي يبقى لو هي ديمودكس يبقى it's a type of infectious superficial folliculitis صح؟ طب is this a common type of folliculitis الديمودكس دي؟ yes. في حد اللي رافع صباعه ادوس عليه؟ ها؟ انا سمعت حد قال حاجة. هاي فرح. فرح ناجي انتي رفع اصبعك او رفع ايديكي. فقولي لي بعد ما خدتوا الكيس بتاعتكم is Demodex a common cause of superficial folliculitis? Yes. طيب هي جت كان ايه السيركمستانسز اللي كانت موجوده في الكيس عشان يحصل الديمودكس فوليكيلايتس؟ ده كان بيشنت عادي كده او بيشنت عاديه ولا كان ليها سيركمستانسز معينه؟ She had rheumatoid arthritis يا دكتور. وايه كمان؟
كانت ماشية على كورتيزون. أيوة ها، وإيه كمان؟ ماشية على كورتيزون وإيه كمان؟ كانت immunosuppressive. أهو كده immunosuppressive وكورتيكوسترويد. ليه؟ كانت عملت إيه أو ليه السبب إنها بتاخد حاجات تقلل الريزيستنس بتاعتها؟ او الاميونيتي لا ما سمعتش. علشان الاميونيتي اوكي، بس هي كانت بتاخد اميونو سابريسيفز وكورتيكوسترويدز ليه؟ الحاله بتاعتكم الكيس بيس ليرنينج اللي انتوا خدتوها بتاعت الفوليكيلايتس، ليه كانت بتاخد اميونو سابريسيفز وستيرويدز؟ عملت ايه؟ عملوا لها ايه؟ مش عملوا لها ترانسبلانت؟ صح دكتوره ايناس ولا انا ملخبطه؟ عملوا لها ترانسبلانت. الصوت عندك ميوت دكتور. آه. هي السلايدز مش ظاهره. هي السلايدز لسه مش ظاهره لي تاني، بس انا قاعده بتكلم معاك. ايوه صح دكتوره منى، شي ديسكشن وفعلا كان في ترانسبلانت. يس، والحاله مشيت على اميون سابريسيفز يس ستيرويدز عشان الترانسبلانت ما حصلش اورجان ريجكشن يس. فحصل، فهنا الاميونيتي بقت ايه؟ واطيه بسبب الحاجات دي كلها. عشان كده الديمودكس ابتدى ايه؟ هو كومنسل، هو موجود عندنا، فابتدى ايه؟ يعمل لي الفوليكيلايتس. فذيس از نوت ا كومن كوز اوف فوليكيلايتس، ده بسبب الاميونو سابريشنز هو اللي حصل الفوليكيلايتس هنا للديمودكس. فاللي قال انها اتس ا كومن، اتس نوت ا كومن. طب ايمان انا عايزه السلايدز تاني. ما هو متهيألي بنعوز نعملها تاني، يعني هي بتفصل حاضر. كل شويه اعملها تاني. يا حاضر حاضر. عمر غنيم انت رافع ايدك، سؤال ولا في مشكله ولا ايه؟ وكريم عماد كمان. هو دكتور ماشي، ممكن بس اجرب اقول حاجه؟ طبعا. هو الموست كومن كوز بتاع السوبرفيشال فولكيلايتس البكتيريا الانفكشن بالستاف اوريس والهوت تاب فولكيلايتس بالسودوموناس. طب ما انت هايل اهو، يبقى الموست كومن كوز اوف انفكشس فولكيلايتس از بكتيريا. حلو. كان سؤالي ان الديمودكس فولكيلايتس اللي انتوا خدتوه از ا كومن كوز، ناس منكم قالوا فانا بقول لهم لا، ده كان في سيركمستانسز معينه خلت برضو راح ال اهي يا فندم جت هتيجي لسه ما جاتلي. جت اوكي. فاهو انتوا قلتوا ان الكيس بتاعتكم از a superficial kind of folliculitis والسبب كان ديمودكس. اوكي، وسالت is this a common cause of folliculitis، هو المفروض الانسر نو. فتعالوا نشوف كده الكوزز اوف superficial folliculitis او والانفكشس. هنبتدي بالانفكشس superficial folliculitis. الموست كومن كوز از bacterial زي ما زميلكم قال، يبقى bacterial. Bacterial is the most common cause of folliculitis. Well, most common cause هو الستاف، staphylococcus. انتوا ماشيين معايا في السلايدز؟ ايوه احنا على الديب. The most common cause is staphylococcus. خلاص؟ دكتورة منى، دكتورة منى فوق البرزنتيشن بيظهر لحضرتك زي عين كده عندك؟ فوق البرزنتيشن في الشاشة. نو ما فيش عين. كنت بس عشان حضرتك تبصي عليها بتعرفي الاونلي كولر.
مش عين فوقها ولا حاجة؟ لا مش شايفة عين. طيب عموما ما حدش من الطلبة يلعب بقى في البرزنتيشن ماشي علشان نخلص. اتفضلي. الموست كومن بكتيريال، والموست كومن من البكتيريا هي الستافيلوكوكس. بعد كده ممكن في الجرام نيجاتيف باسيلاي. احنا بنشوف الحالات دي في الجلدية في حالات الأكني بيشنتس، لأن احنا بنعالجهم بأنتي بيوتكس لمدة طويلة، وممكن يحصل ديس إكوليبريم of the normal skin bacteria in these patients. فتبتدي الجرام نيجاتيف باسيلاي to flourish وتعمل لي الA جرام نيجاتيف فوليكيلايتس. أنا كل دول هوريكم صور حالا. السودومونس سبيشيس ممكن تحصل في أو ليها اسم تاني اللي هو الهوت تب سبا فوليكيلايتس والويت سوت فوليكيلايتس. This is another gram negative folliculitis بسبب الكونتامينيشن بتاعت الووتر هنا، وبتحصل بعد 8 أو 48 ساعة after exposure and may be associated with systemic symptoms. قبل ما أكمل بقية الانفكشس folliculitis، تعالوا نشوف صور للكلام اللي أنا قلته ده. ادي دايما الموست كومن. رجع للسلايد الاول يا دكتور. ما انا مش عارفه ليه رجع كده، وحتى مش عارفه ان انا اكمل السلايدز. اهو ابتدى يرجع. هو بيتغير لوحده على فكره. I'm not controlling. دكتور احنا دلوقتي بقينا uncontrolled في السلايدز. اعمل ايه؟ اعيدها تاني؟ انزلها تاني؟ هو دلوقتي حاليا يا دكتور دلوقتي مفيش اصلا سلايدات دكتور. ايوه دلوقتي ايه؟ السلايدز مش ظاهره ولا انا ولا ظاهره ولا انا. انا اعملها مبادئ يا دكتور معلش بنتعب حضرتك. كنت تعمليها uncontrolled بحيث ان حضرتك تحطيها بس. هجيبها حالا. انت اللي هتنزليها يا الناس؟ يس اوكي. اي اوريدي ديد ات. حبيبتي كملي وهتيجي. ما انا مش لاقياها حبيبتي. لا يا ماشي تمام. هي بتفتح اهي. انا كنت عايزه اجيب الصور بقى بالنسبه اجيبهم لحضرتك. اجيبهم للبكتيريال اللي هي الستاف والسودوموناس والجرام نيجاتيف اذر جرام نيجاتيف بكتيريا. يس. في كريم رافع ايده لو حابب في الوقت ده تكلم دكتوره منى. اتفضل يا كريم. لا كنت نسيت بس الزرار معلش. دكتور ايناس السلايدز اتفتحت سيلف كنترول برضه. يس عملت خلاص. انا بقى ازيك حد منكم يقرب من السلايد. اتفضلي يا فندم. طيب قلبي لي بقى. حاضر. توصلي لفين؟ هنا حاسس. ثانك يو. جريت. هقول لك بقى ترجعي وتمشي كده يعني. انا معاك. طيب. فادي الموست كومن كوز اللي هي الستاف فوليكيلايتس. عندكم الصوره الاولانيه. ده اسم تاني للسوبرفيشال ستافيلوكوكس فوليكيلايتس اسمه امبيتايجو اوف بوكهارت. شايفين ايه؟ الباستيولز اللي هي الدوم شيب باستيولز وحواليها اريثيما كده بيرست وذ هير، بس احنا مش شايفين الهير. اتس نوت اولويز فيجوالايزد. حلو. السودوموناس فوليكيلايتس هنعرفها منين؟ ما هي برضو باستيولز، بس دي متوزعة للجسم كله أو للمكان اللي حصل فيه الإيمرجن في الووتر اللي هي contaminated. رجع تاني الفيرست سلايد يا إيمان. يا إيناس. ما برضو مش عارفة هو ال يس. مع إن إحنا عاملين ال ثواني فهمت. مش عارفه ليه بتعمل كده. انا هعرف السودومونس فوليكيلايتس من الهيستوري. بسال حصل اي هيستوري لسبا عوم هوت باث تب. ما قدامناش غير ان احنا يعني نتعامل. عدتها تاني انا؟ انزلها تاني؟ ما بعمل حضرتك بعمل. خلاص خليني انا بقى اللي اعملها. دكتور. نعم. دكتور. اتفضل. كان عندي سؤال يا دكتور. اتفضل.
اتفضل. هو ممكن اللوكال كورتيكوسترويد تحفز البكتيريا الانفكشن وتعمل لي فولكيولايتس اللوكال؟ هي بتعمل التوبيكال ستيرويدز بتعمل لي فوليكيلايتس، فممكن اسمها شبه الفوليكيلايتس كويس، وممكن يحصل سيكندري انفكشن طبعا. فدي ريسك فاكتورز اللي هي التوبيكال ستيرويدز او اي الادويه اللي احنا بتقلل الاميونيتي، كل دي ريسك فاكتورز تعمل لي الفوليكيلايتس اللي هي الستاف فوليكيلايتس. هقول لكم الريسك فاكتورز بعد كده. طيب ده نخلي الصوره دي اللي بقى خلاص عندنا الهوت ستاف فوليكيلايتس وبنعرفها من الهيستوري والديستريبيوشن بتاع الفوليكيلايتس نفسه. نيجي بعد كده الصورة الثانية، ثواني اللي بعدها. أيوه، هو الحقيقة في حاجة يعني بتحصل غلط في ال في ال في ال presentations. أوكي، فمعلش ولا يهمك. نيجي اللي بعد دي، بس دي بقى if you can stop هنا. الصورة دي هي راحت، لكن المهم ان الصورة دي لما تيجي دي حالة اكني حب شباب، وبسبب اللونج تيرم انتي بايوتكس اللي بنديها في العلاج. طبعا احنا بندي حاجات تانية دلوقتي مع انتي بايوتكس عشان ما يحصلش الكومبليكيشن دي، لكن لو ادينا انتي بايوتكس لوحده كده فور لونج تيرم بالنسبة للاكني بيحصل لي زي ما شفتوا في ال كان ديسبلاي دي. هعيدها تاني. ها بليز I'll download it again. انه في حاجه في الاوبشن بس اكيد فيها تكنيكال بروبلم. انا فتحت بس من بليز فبلاقي ايه فوق الاكني باستيولز كتير قوي اللي هي الايه جرام نيجاتيف فوليكيلايتس. حصل ديس اكوليبريم للبكتيريا في السكن. هي مفترض بتحمل. اوكي، هي بتحمل طبعا. انا هسدر البليت يعني، بس ميبي معلش كان ديسبلاي ذا كونتنت. لا استني، اهي بتلف، اهي جايه اهي. لا هي بتحمل. فعندي اهو جرام نيجاتيف فوليكيلايتس ان ان اكني بيشنت وذ لونج تيرم انتيبيوتكس. اوكي، نرجع تاني هنا. يبقى قلنا superficial folliculitis في infectious و non-infectious. هنبدأ بالinfectious. The most common is the bacterial. The most common of the bacterial is the staphylococcus. بعد كده ممكن يحصل فيه الجرام نيجاتيف بس اللاي في حالات for example في حالات الأكني، أو لما يحصل disequilibrium للnormal bacteria of the skin. والسلمونة species ليها سيركمستانس معين اللي هو الكونتامينيتد ووتر اللي حصلت في الهوت تاب او السبا. فده البكتيريا الموست كومن. في بقى other causes of infectious folliculitis زي الفنجس، الدرماتوفايتس والملاسيزيا والكانديديا. هنعرفها ازاي؟ بنعرفها بالدايركت كي او اتش تيست. بنعمله ازاي؟ بان احنا بنعمل سكريبنج للليجن، بنحط السكريبنج دي على سلايد، ونحط نقطة بوتاسيوم هيدروكسيد او كي او اتش من 10-15%، واحط كفر وابص تحت الميكروسكوب عشان اشوف يا اما الهايفي او المايسيليال بودي بتاعت الدرماتوفايتس، او السودو هايفي والسبورز بتاعت الملاسيزيا والكانديدا. الكانديدا طبعا الكالتشر هنا بيبقى حلو قوي لان بيديني الفلافي وايت كالتشر.
الملاسيزيا والكانديدا. ايوه هو مش ممكن برضو اخد بايوبسي واحطها تحت الميكروسكوب خلاص من غير بوتاسيوم كده؟ طيب البايوبسي دي يعني اتس دامجينج بروسيدير شوي. ستارت بالحاجات السهله. السكريبنج ده انت ما بتضايقش العيان ولا بتاخد حته من جلده ولا بتعمل اي حاجه. سكريبنج وتحط فديس از بتبتدي بالايه وهيديك الـ بالنسبه للفانجس هيديك الايه الريزلتس بتاعتك. فبالنسبه لاي شك في الفانجس بنعمل البوتاسيوم هيدروكسيد تيست. وحالات الملاسيزيا فولكيلايتس والكانديدا فولكيلايتس يو هاف تو كونسيدر كمان الاميونوسبريست بيشنتس. اميونوسبريشن هنا يا اما اصلا عنده اميونوسبريسيف ديزيز اتش اي في ليوكيميا كانسر او بياخد ادويه بتعمل له اميونوسبريشن زي الحاله بتاعتكم اللي كانت بتاخد اميونوسبريسيفز وستيرويدز بسبب الاورجن ترانسبلانت. نكمل بقى الانفكشس سوبرفيشال فوليكولايتس اللي هي حاجات رير ممكن تبقى فيروس. دي ممكن صحيح في الزنك تيست والفيرال كلتشر لكن انا بوصل لبايوبسيز هنا بالنسبه للحتت الرير. لكن هنا الديموديكس سبيشيز زي ما عرفتوا احنا شخصناه ازاي. يعني دايما بتبتدي بالبروسيديرز السهله اللي هي السكريبنج يا كي او اتش سكريبنج يا اما سكريبنج وتبص على طول تحت سلايد. فالحاله بتاعتكم عملنا السكريبنج وبصينا تحت سلايد ولقينا الديموديكس سبيشيز. طبعا الديموديكس برضو لازم يبقى كونسيدر اميونو سبريشن. يبقى ده الانفكشس سوبرفيشال فولكيلايتس. في نون انفكشس. طب نخلص الصور بس قلناها دي وقلنا دي. في نون انفكشس سوبرفيشال فولكيلايتس زي irritant فولكيلايتس تروما. تروما دي ممكن تكون مثلا epilating waxing plucking occlusion يعني very tight clothes. كل ده بيبقى irritant folliculitis. في drugs كمان بتعمل لي superficial folliculitis. في حاجة اسمها eosinophilic folliculitis دي بعرفها بالبيوبسي زي ما زميلكم قال بلاقي فيها طبعا eosinophils. كده خلصنا السوبرفيشال فوليكولايتس. نيجي للديب فوليكولايتس اللي هو بياخد الهير فوليكل كلها. طبعا اهم اكزامبل ها از ايه؟ اول لما بنفكر في ديب فوليكولايتس نفكر في ايه؟ ابسس اهو كده الفرانكلز. طيب كذا فرانكل يعمل لي كاربانكل وده الكوز برضو بيبقى ستاف اوريوس. في other causes of deep folliculitis. كلمة psychosis دي يعني affection of the beard area. ففي psychosis بسبب البكتيريا وهوريكم صور وفي psychosis بسبب الدرماتوفايتس او الفنجس وبنسميها طبعا تينيا باربي. والتينيا باربي دي most commonly occurs في الميل فارمرز who have direct contact with animals. وtypically it affects one side of the face. بقيت البكتيريا بتبقى زي bilateral لكن this typically affects one side. وساعات بيحصل hypersensitivity للفنجل elements ويعمل لي بوجي لايك سكويلينج كده بنسميه كيريون وبيبقى عامل زي الابسس لكن هو فانجس. احنا قلنا كل حالات الفانجس لازم هعرفها بالسكريبنج والدايركت كيو اتش. تعالوا نشوف الصور الاول بتاعه الاي سايكوزس. الاول اهو ده الابسس او الفرانكل. طبعا ده لازم يتعمل له اكسيجن او سبسيجن ودرينج مع antibiotics. It's gone. عادة هصفلك بس كويس احنا قربنا يعني احنا هنعمل ايه بس.
اعملها لحضرتك؟ لا 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 ارميه عشان تبقى ايه. طيب اتفضلي حضرتك. هتيجي دلوقتي. Replace. فالأبسس أول حاجة نعملها we have to drainage وندي antibiotics. طبعا الفرانكل كذا فرانكل when communicate together يعملوا لي الكربانكل. كربانكل ده بيحصل في حالات مثلا الديابيتس. yes. ما ظهرتش. لا جاية اهي. هتيجي 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 اهي اهي. يس هيكتبنا السلايد بقى اللي هي شور. هنيجي بقى للسايكوزس. سايكوزس قلنا الافكشن اوف ذا بيرد. فادي البكتيريال احاول اهو ممكن يبقى ممكن يبقى سو ديب ها زي الصوره الاخيره دي وتسيب لي سكارز. ده البكتيريال افكشن. الصور اللي تحت دي التينيا. الصوره الاخيره فيهم في البوجي سويلنج اللي بكلمكم عليه اللي بيلخبط كانه ابسس اللي هو اسمه كيريون. طبعا بعرفه ازاي؟ لازم اعمل سكريبنج. لكن الصورتين التانيين اولا واخدين كل الصور اللي تحت التينيا باربي واخده وان سايد اوف ذا فيس او وان سايد. وفي زي اكتف ايدج في فرق بين في كل واحده في الاولانيين الاثنين اهم اكتف ايدج في فرق كبير بين النورمال سكن والتينيا نفسها. نرجع تاني للديب فوليكيولايتس. قلنا الرانكلز والكربانكلز وقلنا اهو السايكوزس. كل دول انفكشنز. نيجي في حاجه اسمها سودو فوليكيولايتس باربي. This is rather a perifolliculitis arising as a result of the hair re-entering the skin adjacent to its exit point from the follicle. هي بتحصل في الحالات ال patients عندهم curly hair. تعالوا نشوف في الصورة دي اهي. ادي الكيرلي هير. فال هير بيطلع ويلف وينزل تاني في الجلد اللي جنب الهير فوليكل. عشان كده اسمه يعني بنقول بيريفوليكيولايتس او سودو. كلمة سودو فوليكيولايتس باربي. This is very common. It's a chronic condition. فاكرين لما قلنا في acute و chronic؟ طبعا الابسس this is an acute deep folliculitis. السودو folliculitis باربي هنا it's a chronic condition. نرجع تاني برضو للكوزز اهو. في بقى حاجة اسمها acne keloidalis. ده similar للسودو folliculitis باربي بس بتيجي في النك والاكسيبت ريجن اوف ذا سكالب. اهو الصوره بتاعتها اهي زي ما شايفين بابيولز وممكن يبقى فيه باستيولز. وهنا اتس كرونيك ممكن يحصل قدام زي كيلويدز سكارينج بنسميها كيلويدز. لو حصل نفس الشيء بس في ال في الارمبتس او الجروين بنسميها هيدرادينيتس سابيوريتيفا. وفي الاخر خالص ممكن تسيب لي السكارز اللي احنا شايفينها. يبقى كل ده هي الكوزز اوف ديب فوليكيولايتس.
ايه الريسك فاكتورز بقى؟ برضو other risk factors, regularly wearing clothing that traps heat and sweat, زي الرابر جلوفز والهاي بوتس. لازم دايما نهوي. Soaking in hot tubs and heated pools that are not well maintained. فبيحصل contamination. اللي هي pseudomonas folliculitis. Damage to hair follicles by shaving, plucking, waxing, or wearing tight clothing. كل دول risk factors. Being a male with curly hair who shaves. اللي هي حالات الايه pseudofolliculitis barbae. With hot, humid weather. يبقى clinically احنا شفنا ان ال superficial folliculitis بتبقى multiple وsmall 1 to 4 millimeter papules أو pustules. طبعا الpustules دي لما تفرقع الpus بينشف بيجيب dry وتبقى اسمها crusted pustules. ودول بيبقى on erythematous base that are pierced by a central hair which may not be visualized. The superficial folliculitis heals without scarring. وممكن الواحد يشتكي من pruritus يعني itching ومايل discomfort. لكن الديب بقى folliculitis بيبقى ايه fluctuant nodules زي الابسس مثلا وبيبقى painful وممكن يبقى فيه suppuration. لو فيه suppuration we need to drain. السايتس بتاعت folliculitis occurs anywhere فيها hair follicles. فهنا بنقول a face, especially beard area, scalp, chest, back, axilla, groin, buttocks, legs, بالذات في الwomen who shaves كمان. أنا بشخص folliculitis إزاي؟ أهو. Diagnosis of folliculitis is usually clinical. A complete history and a focused physical exam. In severe recurrent or treatment resistant cases, هبتدي أعمل lab procedures. أنا دايما شاكة في بكتيريا فلازم أعمل gram staining وculture insensitivity. لسه ما تحسنتش وشك هبتدي أشك في فنجس أعمل KOH test. Scraping و microscopic examination. الزنك test للفيرال. وفي الآخر خالص مش عارفة أشخص I'll take a biopsy. التريتمنت بتاع الفوليكيلايتس. Before a treatment plan, consider طبعا the etiology of folliculitis. شوف السيفيريتي. هل هتحتاج local ولا هتحتاج systemic. الديستريبيوشن بيساعدني. وطبعا مع التريتمنت لازم يبقى فيه patient education and avoiding risk factors. لو الكوز is bacterial, بدي antibacterial washes containing chlorhexidine. Topical antibiotics, زي الميبيروسيل أو clindamycin for 7 to 10 days. If widespread, هبتدي أدي systemic treatment. Widespread or recurrent, a beta-lactamase penicillin, resistant penicillin بدي. Amoxicillin زي clavulinate, المشهور خالص اللي هو الأوجمنتن. In some situation, بيبقى فيه methicillin resistant staph aureus. في الحالة دي بدي antibiotics for methicillin resistant staph. المشهور قوي اللينزوليد. لو abscess هنعمل ايه؟ excision and drainage زائد systemic antibiotic. لو gram negative folliculitis او pseudomonas لو severe لان في حالات pseudomonas ساعات بتروح لوحدها. If severe oral ciprofloxacin أو trimethoprim sulfamethoxazole. في note هنا, those who do not respond to therapy should be guided by culture and sensitivity. لو fungus, هدي topical antifungal أو oral antifungal. لو viral cause, هدي oral antiviral. لو demodex folliculitis, زي الحالة اللي كانت بتاعتكم فبدي حاجة تموت البارازايت زي topical permethrin 5%
زائد اورال ايفرميكتين ان اورال مترونيدازول، والاثنين الكومبينيشن دول بيبقوا احسن من الايفرميكتين لوحده، بالذات ان الحالات هتبقى اميونو سبريس، فعايزه محتاجه التوبيكال زائد الاورال. Patient education is very important. Avoid risk factors, proper hygiene, warm compresses several times for up to 15 minutes on affected area, and counseling against scratching and shaving. يعني shave with care. في طرق كتيرة للشيفينج بالذات البيرد اريا، يعني تفاصيلها مش مهم، المهم يقول لك ممكن تسيب don't shave خالص فالشعر يطول والبروبلم دي تروح. ممكن نعمل ليزر للهير بالذات في النك، بحيث ان البروبلم هي الهير، فلما بتبقاش موجودة البروبلم دي تروح. او shave with care، بستخدم فومز، بعمل in one direction، حاجات كده كتيرة ممكن to educate the patient. For counseling against scratching and shaving, as both increase the irritation and could potentially spread the causative agent. Note مهمة جدا: if lesions are extensive, do not resolve on their own or after medical management, then refer to a dermatologist. لأن قلنا هنا الـ healthcare members كلهم بيقدروا يدايجنوز الفوليكيوليتس ويخشوا في الرول بتاع الدايجنوزز والبيشنت اديوكيشن. لكن لو حصل بقى ان ما خفش، يبقى we need to refer to a dermatologist. الكيس بقى دكتورة إيناس، ممكن حد يقراها لنا من الـ students؟ طيب اوكي، حد يا ولاد سكيس on superficial folliculitis. حد يحب يقراها؟ لو شايف حد شفاها يوسف مين؟ يا زهرة دكتور؟ اتفضلي حبيبتي. هي زهرة في السلايد؟ اه ولا هي زهرة؟ لا الكيس مش في السلايد، بس الكيس هي مفروض عندكم. هل انتوا موجودة في السلايد؟ الكيس في السلايد عشان معانا بلاكات مش نفس الحاجة. لا ايوه في واحدة مختلفة في السلايد يا دكتور. هو اللي موجود في السلايد يا دكتور مكتوب ايه في السلايد؟ ريسك فاكتور. نعم؟ ريسك فاكتور. ايه ما نقلش ده جايباه. استني طب ارجع للريسك. معقولة؟ طب ايه اهي طب موجودة مكتوب في السوبرفيشال فولليكيوليتس. اهي كيس اون سوبرفيشال فولليكيوليتس. شايفوها؟ ايوه. مين يحب اللي ظهر؟ حد يقراها؟ يلا نادين أشرف. نادين أي يا دكتور؟ تفضلي حبيبتي. Present the case to all of us. Okay. Mr. Hassan is a 30 years old man who represented to that dermatology clinic with 2 weeks of multiple pimples in his groin. He was concerned he has an STD. When asked, he reports shaving his pubic hair occasionally. Sexual history reveals no experimental relation. Extramarital. يعني خارج. Extramarital relation. Skin exam revealed multiple follicle pustules with surrounding erythema in the groin. Which of the following recommendation would you provide, Mr. Hassan? دكتور. نعم. في حد قاعد يطلعني دلوقتي رابع مرة اطلع واخش. انت مين؟ انت محمود؟ لا انت يوسف داوود؟ ايوه. مين بقى بيهزر مع صديقه يوسف داوود؟ خلونا نخلص البرزنتيشن. انت ايه لا هو إيه؟ كلنا يا دكتور كده. كلنا يعني كذا مرة. هو حصل مع أكتر من طالب نفس الموضوع يا دكتور. طيب احنا بننبه اهو يا اولاد بليز يعني بليز كيب يعني كيب كده سايلنت علشان نخلص على خير. يعني يمكن قدامنا قد ايه دكتوره منى؟
خلاص حبيبتي this is the case انا في MCQ and that's it. Yes yes. طيب دلوقتي يوسف جوه كلكم جوه انا شايفه يوسف جوه. طيب اتفضلي دكتور معلش بس كان في فايل كمان على الاي ليرنينج اللي هو الريكرنت كومبليشن ده هيبقى معانا برضو في السي بي ال ولا ده على الاي ليرنينج؟ ايوه كان موجود على الاي ليرنينج في نفس الموديول ده اللي هو MSK102. ايوه MSK102 تو ريكرنت كومبليشن. انا سالت دكتور هبه قالت لي هو تبع الفلوكيولايتس ما هي نفس الكيس يا اولاد اللي عندكم مش دي الكيس دي كيس دكتوره منى حطها لكم اذا سيناريو عليها اسئله انتوا عندكم الكيس الثانيه صح يا دكتوره منى اللي هي احنا شفناها مع بعض بتاعت الديموديكس اللي هم هي حاله الديموديكس هي دي اللي ده سؤال الحاجه اللي انا بديها لك دلوقتي اللي احنا بنقراها دلوقتي ده سؤال كيس سيناريو وعليه سؤال. طب دكتور لو سمحتي الكيس اللي طب يا دكتور ممكن تبعتيه اللي هو الكيس نفسها السلايدز انا منزلاها اهو. طب يعني يا دكتور الريكرنس كومبليشن ده مش معانا؟ لا ده هي الكيس دي نفسها يا ولاد تعالى ثانيه يعني احنا هنيجي نذاكر الفلوكلايتس والثانيه برضو؟ انهي الثانيه فين الثانيه هو الريكرنس كومبليشن موجود على الاي ليرنينج انتوا عندكم اثنين على الاي ليرنينج. طيب انا عايزه اقول لكم حاجه خلي الاي ليرنينج بعدين احنا دلوقتي عايزين نخلص السلايدز دول ونتناقش في اللي انتوا عايزينه. يعني انا بكلمكم to develop a clinical approach فاحنا خلينا في الكلينيكال ابروتش دلوقتي. يس يس وزميلتكم قرت الحاله دي اللي هو بتاع مستر حسن هيز 30 years old وجالنا في الكلينيك بتاعت الجلد بيشتكي من 2 weeks باستيولز اهو اللي احنا شايفينها اون اكزام وهو عشان هي جايه في الجروين في الاريا بتاعت الجروين فهو خاف تكون حاجه سكسولي ترانسميتد ديزيز. يس فابتدينا من الهيستوري والكلام اولا هو ما عملش اي اكسترا ماريتال ريليشن ومن الكلام عرفنا انه هي شيفز هيز بيوبيك هير اوكيشنلي وبيجي له الباستيولز دي كويس. في بقى السؤال بقى which of the following recommendations would you provide Mr. Hassan تدي له antibiotics تقول له stop shaving that area wash the area daily with an antibacterial soap check with his wife to see if she has any breakout ولا ايه تختاروا واحدة من دول ولا ايه؟ طيب نقول لعبد الرحمن اتفضل يا عبد الرحمن قول حاجة قول وده ماشي هايل هايل كده تبقى حاجة كويسة كده حاجة كويسة بس انا وصلت ايوه صحيح في نوت هنا بسبب الحالة دي ان genital folliculitis may be sexually transmitted بالكونتاكت اوكي فاضل بقى حاجة أخيرة أنا متهيألي سهلة قوي أنتوا تعرفوا كلكم تجاوبوها. A coalescence of several inflamed follicles into a single inflammatory mass with purulent drainage from multiple follicles is called boil carbuncle folliculitis cellulitis erysipelas. Carbuncle؟ أهو كده برافو واحنا شفنا very good واحنا شفنا الصورة بتاعت الكربانكل. يس يس جود هايل يبقى انا كده كلينيكلي اي هوب ان انا نرجع كده للجول والاوبجكتيفز. يس هاو تو ريتش اور جول. الجول بتاعي اتفضلي is how to develop a clinical approach to the evaluation with initial management of patients presenting with folliculitis. Yes. To reach my goal, I need to know causes of different forms of folliculitis. I hope إن أنا قلت لكم superficial وديب وكل واحدة infectious وnon-infectious وقلنا أسباب الانفكشن أو الانفكشس folliculitis. وبقدر أشخص clinically وبالhistory
والفيزيكال اكزام فايندينجز. ولما الحكايه بتبقى ريزيستنت للتريتمنت بعمل البروسيديرز زي الجرام ستيننج والكالتشر سنسيتيفيتي والدايركت كيو اتش تيست والسكريبنج اللي انتوا عملتوا مايكروسكوبيك سكريبنج والزانك تيست، وفي الاخر خالص لو غلبت هعمل بايوبسي. وعرفنا الديفرنت تريتمنتس. طبعا عشان اعمل تريتمنت بلان اي نيد تو نو ذا كوز، اشوف السيفيريتي الديستريبيوشن والهيستوري. وبعد ما بدي التريتمنت لازم يبقى فيه patient education to avoid risk factors اللي هي بتكرر بتخلي الحاجات دي تتكرر. فلو حد عنده بقى سؤال دكتور ممكن بس اوري لحضرتك الفايل بتاع الريكرنت. يلا وريني. ده للدكتورة ايناس بقى. بس انا نفسي لو حد عنده سؤال في اللي انا قلته. هو الفايل ده دكتور. ايوه هو انا ما هي دي الحاله بتاعتكم يا جماعه. هي دي. طيب احنا خلوني اشرح لكم حاجه يا اولاد. واللي بيحصل ايه، انتوا عندكم بتاخدوا ميديكال بيزك ساينسز بشكل انتجريتد مع بعض في موديول اسمه ام اس كي 102، تمام؟ بناء على الشرح الاكاديمي في الاقسام المختلفه المشاركه في الموديول، في حاله اتحطت لكم على السمارت ليرنينج اللي هي انت وابتهاني ومعايا كوبي منها اهي، ودكتورة منى برضو كان وصل لها كوبي منها، اللي هي recurrent scalp lesion، تمام؟ دي بتقروها وهي نفسها فيها الفوليكولايتس دي، وبرضو كان من الديفرنشال دياجنوزيس بتاعها هو الديموداكس ونفس الموضوع، تمام؟ دكتورة منى مشكورة حضرت لكم محاضرة very interesting وانا بشكرها لان المحاضره كانت interactive الحقيقه يعني، فبجد thank you دكتور عن الموضوع كله. حتى لو الحاله اللي دكتوره منى هي شرحت لنا الفوليكولايتس وجابت لنا كيس سيناريو انتوا جاوبتوه مظبوط وسؤال تاني وانتوا جاوبتوه مظبوط، اللي بيحصل ايه بقى؟ محطوط لكم كمان على السمارت ليرنينج فورماتيف اسسمنت. حد يقول لي او لا لو مش موجود؟ تمام موجودين. تمام دكتوره منى حضرتك برضه تابع معايا اللي هقوله، لانه الفورماتيف اسسمنت ده يا اولاد فيه مالتيبل تشويس كويشنز كتيره. حلو كده. فورماتيف يعني ايه؟ حضرتك تفتح وتعمل اتمت وتجاوب يقوم طالع لك انك خدت الزيرو من 20 مثلا، يعني معناها ان مجاوب كله غلط، تقوم عامل اتمت ثانيه ومصلح نفسك ومجاوب وتراجع الجزء زي الهيستولوجي بتاع الموضوع الباراسيتولوجي بتاع الموضوع والفيسيولوجي بتاع الموضوع حسب الاقسام المشاركه معاك، تقوم مجاوب تاني تحسن نفسك تجيب 13 من 20، تقوم مجاوب تالت ورابع. ونصيحتي ليك وانت بتجاوب على ورقه تقوم كاتب السؤال اللي ما عرفتوش كان ايه وفي الاتمت اللي بعدها، لغايه ما تجيبهم كلهم صح اكتب اجوبتك دي وارجع ذاكرها واحفظها. هو ده الامتحان اللي هيجي لك طبقا للسكيدول اللي نزل، انا مش حافظاه دلوقتي، على 10% من درجات الموديول هيجي اسئله من الفورماتيف اسسمنت ده. مش عارفه انا كده وضحت كل الامور ولا لا. تمام يا دكتور. ده اللي هيحصل فعلا، ودكتوره منى حضرتك مشاركه معانا في الكيس والاسئله اللي عليها كلها هينزل لهم منها اللي هم بيتدربوا عليها كل شويه. احنا حاطين لهم سؤالين اهو. يس، والسؤالين انتوا جاوبتوهم صح تمام، اللي هو الراجل اللي كان شاكك لكون سيكشوالي ترانسميتد ديزيز وننصحه بايه كان فعلا all of the above، والثانيه كانت اللي انتوا جاوبتوها مظبوط. والحقيقه هم جاوبوا الاثنين لوحدهم يعني. الحقيقه كانوا هم كانوا انتراكتيف اثناء السيشن. فبجد يا دكتوره منى يعني من احلى السيشنز الواحد يحضرها مع حضرتك. وانا شخصيا استفدت، فاسمحي لي بالنيابه عن مركز تطوير التعليم انا بشكر حضرتك جدا على التعاون ونستمر في ده. بالنسبه للطلبه انا بشكركم، وبليز فيل ذا كويشنير كلكم لو سمحتوا، ولو حد عنده طبعا اي حاجه يقولها للاستاذه الدكتوره منى الفنجاوي اتفضل. لو سمحت هو في حضرتك قلتي في كيسز ساعات الفولكلايز بتروح لوحدها لو هو
كان ده الهوت تب. الهوت تب خلاص تمام ماشي. الهوت تب عايش سؤال يا دكتور. نعم. هو دلوقتي حضرتك الميسيسيلين ريزيستنس ستاف اوريس فانكومايسن ولا لينزوليد؟ الفانكومايسن بيتاخد انترافينس لو في حالات بقى المستشفى اوكي، لكن لو في الكوميونتي ميثيسيلين ريزيستنس ستاف بدي اللينزوليد، مش هدخله المستشفى يعني واديله فانكومايسن. اوكي دكتور معلش ممكن سؤال؟ شور. دلوقتي في الدايجنوزز بتاع الفنجل احنا قلنا ان في الكي او اتش تيست وفي عندي اللي هو السكريبنج والمايكروسكوبيك، طب مش هو الاثنين دول مفروض واحد ان انا بعمل سكريبنج وبعدين بحط الكي او اتش وبشوفها تحت المايكروسكوب؟ شور انت كلامك حلو قوي، لكن بصي هقول لك الكي او اتش بعمله ازاي، بان انا بعمل سكريبنج واحط الكي او اتش لكن في ساعات بعمل سكريبنج بس وما بحطش حاجه خالص واحط تحت الميكروسكوب زي الديمودكس وحاجات تانية، بس ممكن احط برضو كي او اتش. ففي سكريبنج لوحده زي احنا عندنا السكيبز او الجرب، بعمل سكريبنج واحط السكريبنج ده على سلايد وابص على تحت الميكروسكوب على طول. اوكي فدي سكريبنج ومايكروسكوبيك اكزامينيشن. الدايد كو اتش بحط بس الكي او اتش اوكي مع السكريبنج. ملاحظة حلوة قوية هايل. في أسئلة تانية؟ دكتور أنا عندي سؤال. هو إيه الفرق بين الأكني والفوليكولايتس؟ لا الأكني الباثوجينيسيس بتاع الأكني عشان يقفل الهير فوليكل، هو أصلاً يعني بيطلع في الهير فوليكل زي عشان كده انت تلخبطتي، لكن الباثوجينيسيس مختلف خالص. انت عندك الفوليكولايتس هنا انفكشس ونون انفكشس، وعرفنا كل الاسباب بتاعت دي وبتاعت دي. الاكني حاجه تاني، لازم اندروجينز وهايبر كيراتينايزيشن للوول بتاع الهير فوليكل فيقفلها، ملوش دعوة بالهيصة اللي احنا قلناها بتاعت الايه فوليكولايتس. هو الصحيح بيطلع في الهير فوليكل لكن الباثوجينيسيس مختلف خالص. اوكي اوكي تمام. اوكي دكتور هو ليه التايت كلوزنج ريسك فاكتور؟ عشان الهيوميديتي والسويتنج كل دوت الريسك فاكتورز بيكسبوز البكتيريال انفكشن والبور هايجين كل الحاجات دي ريسك فاكتورز. يا تمام اوكي. طيب احنا نشكر دكتوره منى بقى ونتمنى لكم انتم بجد جود لك ان يور ستادي اند ان يور اكزامز، ونشوفكم دايما على خير. أسئلتهم على مستوى يعني عالي، يعني أسئلتهم كأنهم مثلا في 6 أو في 6 أنا بديهم الجلدية يعني صراحة. طيب احنا كده كمان يبقى بنشكرهم هم طبعا، وبنشكر أساتذتهم في الأقسام الأكاديمي كلها. وأنا اسمحوا لي عشان يقدروا يستخدموا الريكوردينج يا دكتور، اي هاف احنا واحنا مسجلناش يا ولية، احنا مسجلين وي هاف تو ستوب ذا ريكوردينج. حد بقى يوقف الريكوردنج لازم قبل ما نقفل السيشن. على فكره لما فتحت كده لقيت انه مش معلم احمر بجد. معقوله؟ طيب بس احنا نقلنا في كذا تيم، نقلنا كذا مره. معلش حتى لو مش كده احنا موجودين والدكتوره منى موجوده لاي استفسار في اي وقت، هي مش هتتاخر عننا ابدا. شو طيب ميرسي يا فندم وميرسي يا اولاد، واعملوا شكرا دكتوره منى. شكرا جدا لحضرتك يا دكتور. شكرا لحضرتك جدا يا دكتور منى ودكتور رايق. شكرا يا دكتور جدا. ميرسي يا حبايبي. يلا سلام عليكم بقى، هنقفل التيم. يلا باي باي. باي باي.